بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الآن بالقسم الأول من هذا المتن المبارك، وقلنا أن القسم الأول فيه المقدمة، والمقدمة فيها عنوان السعادة. نعم. أول عميد الكتاب قادر المسؤول والنجر ونفس كفر القسم أسرار السعادة من الأسر في عميد مرنو. نعم. المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى الدعاء للطالب والدعاء للقارئ. نعم. مقدمة ما تفرستانا لكر لي دعاء لبتان سيب لاجي لو شيخ بلاجي بلسور صبي بلاجي دعاء دعا الله سبحانه وتعالى أن تكون من أولياء، يعني من أولياء الله سبحانه وتعالى. نعم. لكر لي دعاء رباسكي بتان سيب لو شيخ دعاء الله أولياء مهمون. من هم أولياء الله؟ أولياء الله من قول. من؟ قول من قول من أولياء الله سبحانه وتعالى هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. نعم. من نسج أولياء الله من أولياء الله من سند سلي إيمان وتقوى بجميع جمعهم. نعم. والدليل قول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. إذن أولياء الله أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. نعم. أولياء الله من يتقوى من إيمان والتقوى جمع بين أولياء الله واسم دليلهم هم يتقي الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. اسم دليلهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني قسم الإيمان والتقوى جمع بين أولياء الله وزيهم. نعم. ولهذا لابد أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. في بعض الدرجات إذا مهتمون سيكون عليه رسالة عميلة شيطان أولياء الله أولياء مهتم فرقهم. لو وجدنا إنسان يشرب الخمور. إذا عميلة يكون ما سجد يسمى أولياء صلاة فرقه رقصي خمسة. ينام بين القبور. لا قبل إسلام خمسة. لا يأتي بالطاعات ويأتي بالمحرمات والمنكرات. الله باكر قالنا قديم نلام رباني قريب أقرب ولا هذا ولي لا شك في ولايته. هذا ولي يعني يو استمعت ولي هو لكن من أولياء الشيطان. ترى يو ولي قصد هو شيطان يسوي يدري ما يسوي يدري ما يعني أنت هو ولي شيطان ولي هو لا ولي. الولي من أولياء الرحمن لابد أن يجمع بين الإيمان والتقوى. الله باكر إيمان تدري شكله في الإيمان والتقوى يدري جماعة الرسول. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أسباب السعادة، كيف تكون سعيدا؟ كيف تكون ذكر الكتاب ما يرغب عن سكسر يقوم لأسنطور في نسبة الدنيا لأسنطور في بالي وحضر الله. إذا أردت قال أن تكون سعيدا لابد أن تكون حال السراء، حال النعمة، حال الرخاء شاكر. دوري شاكي سنطور في بالي دوري شاكي مانسي دوك رفع السراء غني هودا فعلاما هودا الله بركي وفلتر بيوسي. وعند المصيبة صابر رقصد هودا صابر بيوسي. وعند المعصية مستقبل يديكو إيمان برسي ونيت اسمتي استقبال بلا دوليسة. هذه الثلاثة هي عنوان السعادة. من تلك الأولى يو سعادكو أفا سنتشتي حسيب لما كان الرحمة بيوسي. تنظر إليه إلى الإنسان حال النعمة تجد الشاكر. لكن قبل كل ما يصير قوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غني هو على ما وجد الله هو تجد الله بس. وعند المصيبة تجد صابر. فقط ربك ما هو صبر بس. وعند المعصية مستقبل. فقط ربنا هي يقول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم صابر بس. نعم. أولا النعمة، هل النعمة ابتلاء؟ نعم أم لا؟ من يعرف؟ سؤال مثلاً كي الله لجن نعمة أخا أنقره أخنا بطلين بدون مثلاً كيف ابتلاء يعني أسمع شكرا أولي وإن كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك فهي اختبار وامتحان لك. الله لجن نعمة أخنا يسوي ما معنى سؤال الله لي امتحان. كيف تنجح في هذا الامتحان؟ يسجان سؤال معنى سؤال يعني كامي أول. إذا النعم اختبار من الله سبحانه وتعالى للعباد. كيف ننجح في هذا الاختبار؟ ننجح في هذا الاختبار بأمرين.
قبل أن تأتي النعمة لابد أن نتعلق بالله لا بغيره. Sebelum pada dulu saja Allah mau anugerah bata-bata yang Allah mau anugerah ini Allah pada dulu saja kami kes beranai Allah terfa ini Allah terlalu Allah terfa disebutkan kes berat kes nikmat. يعني الآن يمشي بعض الناس أحيانا في الطريق. نعم. دسري يقول ما تسمع منه دسري. ويفكر. رسول الله. يقول لو يتعرف علي الرئيس. أو أحد التجار أو أحد الوزراء أو أحد الأمراء أو أحد الملوك قال له يتعرف علي ويقول لي خذ من مالي ما شئت ودع من مالي ما شئت أو يعطيني مثلا شيك مفتوح رصيد كبير في البنك Kalau mereka baca kitab ini, yes mal, yes gambar dan jadi kita sesuatu orang itu, apa puni-puni bed mal, yang ini cek mesti konsen, ini cek kulat cek konsen, jadi esok kulat cek konsen, esok macam cuman kita sesuatu, jadi punya tanda kita tidak masuk sah. Sahih, sahih. أكثر الناس على هذا يفكر صح أم لا؟ Sabar ya sudah baca kitab ini raja le apa menteri le boleh sesuatu orang jadi dios atau cek dios kulat cek. Hal hal, التفكير والتعلق بغير الله صحيح أو لا؟ يسود أطفا يو ما تقول يفكر يسود يو الله لا تقول له أنت أطفا أنه ما الله هو كيوين الجنة تطلب من من؟ جنة بس من من؟ نطلب الجنة من من؟ صلى الله عليه وسلم من الله لماذا؟ هنا لماذا نطلب الجنة من الله ولا نطلب الجنة من غير الله؟ Kami lihat kalau Allah pada Allah mengatakan Allah mengatakan kepada kami. Karena tidak ada yang berhak atas Allah. Bila mana Allah mengatakan jannah surga surga ini sendiri. Baik berrizq rizq min man. Rizq macam itu jiwani kalib insya. Min al rais, min al wazir, min al tajir. Kalib insya. Kepala insya, nama tuh insya, raja insya, kalib insya. Min Allah. Allah lagi insya. Jika hal yang anda fikir fee. هذا تعلق بغير الله. كيكوني مطلية فكوني راجع لي ما عمي دام يوس. يو الله ليش فدنا عارف ليش ما تنو. ولهذا يعني تسمع بعض الناس يقول ماذا صنع لنا الحكام؟ تسمع طبعاً كوني ما صار يسون مثلاً يراجع لي أفضل يوم مدري نعمل كذا. ماذا صنع لنا العلماء؟ ماذا صنع لنا الأمراء؟ أفضل علم لي أفضل كل ما صار يعمل عمل كذا. ماذا تريد منه؟ يو ولا لك ملكة منه. هذا بشر يسوي ما نسيره لا تتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. ديمر جري سمير أخمن الله تعالى ماتر عميل برد. كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله. جسر الجنة فصار الله بعكر وسجد النماذج دينه جسر يبني رزق الله بعكر وسجد النماذج دينه. نعم.